السلاح الكيميائي يعود لواجهة الأحداث والجدل مجددا في سوريا. مدينة عدرا بريف دمشق تلقت صواريخ أطلقتها قوات النظام، يقول ناشطون إنها كانت مزودة بمواد كيميائية. عشرات المصابين نقلوا لتلقي العلاج بعد إصابتهم بأعراض التوتر والقيء وضيق التنفس وتقلصات عضلية، كما رصدت حالة وفاة. الأطباء في المستشفيات الميدانية رجحوا أن تكون المواد الكيميائية المستخدمة من أحد أنواع غازات السارين السامة. العالم ما بده دليل لحتى يرى، العالم متأكد أنه عم نضرب بالأسلحة الكيميائية، لكن هناك تخاذل دولي واضح. وبحسب الناشطين فإن حالات أخرى في الغوطة الشرقية تقدر بنحو 100 إصابة لم يتم توثيقها بعد. يأتي هذا التطور بعد أيام من تبادل كل من المعارضة والنظام الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في كل من العتيبة بريف دمشق وخان العسل في ريف حلب. ففيما أبدى الائتلاف الوطني السوري استعداده لاستقبال لجنة دولية لأخذ العينات وإجراء التحقيق على أرض الواقع تمهيدا لمحاكمة المسؤولين، اعتبرت الخارجية السورية أن ما سمته تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك هو ما شجع من وصفتها بالجماعات الإرهابية للمضي في استخدام الأسلحة الكيميائية. تلك الاتهامات قوبلت بمواقف دولية متباينة، فواشنطن قالت إنه لا دليل على استخدام قوات المعارضة لتلك الأسلحة. أما موسكو بالمقابل فوقفت إلى جانب النظام واتهمت مقاتلي المعارضة بأنهم هم من استخدمها خاصة في حلب. بان كيمون أعلن بدوره أن منظمته الدولية ستحقق في المعلومات بشأن استخدام تلك الأسلحة الكيميائية في سوريا.